Congratulations. Thank you, guys. Nobody expects a Nobel Prize. People tell you that you get it and so on, but you can never expect a Nobel Prize. So it was very thrilling to get the call at 5:30 this morning. So. Thank you. خسارة أحمد زويل خسارة فادحة لا تعوض، مش بس خسارة مصر ولا خسارة مدينة زويل، هي خسارة الإنسانية والبشرية. الرجل لم يكن يريد أن يتوقف عن إسهاماته وعن أبحاثه العلمية، وكان الحقيقة كثير من المقربين يتوقعوا أن يكون له فتح علمي جديد وعظيم خلال الشهور أو السنوات القليلة المقبلة، لكن ما تركه زويل أيضا أعتقد أنه أضاء للبشرية، وسيبقى اسمه خالدا كالعلماء، لأنه مثل هؤلاء العظماء لا يموتون. Hi Doug. Hi. Congratulations. Thank you very much. Oh, thank you. It's wonderful. Is this our kit here? Yeah, this is the press kit. All right. To know what's going on. Get this morning. I'm going to put you at 20 to 6. Until the work at Caltech, you could not really see them in real time. You could not see the motion of the atoms. فالدكتور زويل هو بالنسبه لي انا شخصيا وبالنسبه لكل العلماء وكل الاساتذه اللي شاركوه هو هرم من اهرامات مصر التي سيظل شامخا حتى بعد وفاته ان شاء الله. Thank you.